سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. انا في نعمه والحمد لله، ربي يدوم عليكم وعليا ان شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم ماسك، وهذا الماسك من اقوى الماسكات الجباره لتبييض البشره وازاله الكلف والتصبغات القديمه مهما كانت قد ما كانت قديمه مع المداومه حين تتخلصوا منها. ونقدر يعني نقسم لكم بالله هذه الوصفه غير جباره ونتيجتها مضمونه، ومكوناتها كما العادة دائما مكونات طبيعية. ما نطولش عليكم وروحوا نشوفوا المكونات تاع الوصفة نتاعنا. أول مكون اللي نحتاجوه في الوصفة نتاعنا والمكون الرئيسي اللي هو الحنة البيضاء، وكنت درت لكم عليها فيديو من قبل ونال نسبة مشاهدة كبيرة وجربوه الأخوات وفرحوا بالنتيجة اللي لقاها تاع الماسك. وكالي قالوا لي ما جامي سمعنا بالحنة البيضاء، راهي كاينه حنه بيضاء. وكنت اللي كانوا يتابعوني في قناتي الاولى كانوا يعرفوا طريقه تحضير الحنه البيضاء. ومن هذا المنبر كاينه اخت دائما تخلي لي في التعليقات تقول لي ديرينا طريقه تحضير الحنه البيضاء. نقولها مانيش ناسيتك والله، راكي في بالي وشو المكونات تاعها، برك مازال ما وجدتهمش كامل. ان شاء الله نهار وجدهم كامل نشاركك الطريقه، مانيش رايحه نبخلكم بها. كما قلت لكم نرجعوا للمكونات تاع الماسك تاعنا. المكون الرئيسي اللي هو الحنه البيضاء، مغرفه تاع حنه بيضاء. هاي لكم هناني سيحت لندبت الحاله لكم مسحت تبارك. كما قلت لكم المكون الرئيسي في الوصفه تاعنا هو الحنه البيضاء. راهي كاين حنه واحده اخرى تتباع، بصح لازم تكون حنه بيضاء. الا حليتوها ولقيتوها لداخل كشغل صفراء هذيك راهي مش حنه، يعني راهي مخشوشه. لازم الحنه البيضاء تلقاوها بودره بيضاء كيما نشا، كيما الأرز كيما الفارينة تلقاوها بيضاء ماشي بيج ولا صفراء، هذيك راهي مخشوشة. ديروا أي ماركة حنة بيضاء متوفرة عندكم، ما تقيدوش باللي عندي أنا، هذه اللي عندي. نتوما ديروا أي حنة بيضاء تلقاوها تتباع عند لي كوسميتيك ولا عند العشابين. هاي ليكم الحنة البيضاء، تحبوا ديروا عليها كابتير ديكرون باش تروحوا للعشاب ولا الكوسميتيك. نروحوا للمكون الثاني اللي نحتاجوه الشوفان او الخرطال. قلت هاد كيفاش يقولوا، انا عندي راهو مطحون نحتاجوه بودره. نحتاج منه نص مغرفه، باسكو راح ندير مكون واحد اخر، مغرفه حنه بيضاء ونص مغرفه تاع الشوفان ولا خرطال مطحون. والمكون الثالث اللي نحتاجوه نص مغرفه من بودره الحمص مطحون. هنا حاولوا انكم ما ديروش ديروا الحمص اللي تطحنوه نتوما في المنزل، باسكو كاين الكرنطيطه هذيك اللي تتباع ويكونوا مخلطين لها التوابل. الا كان لقيتوها بلي صافيه ماش مخلطين لها تقدروا تستعملوها، بصح باش تضمنوا الحمص طحنوه وحدكم في المنزل. انا الحمص نطحنه وحدي في المنزل، ما نديرش هذيك تاع الكرنطيطه باسكو نخاف يكونوا داير لها التوابل. هاوليكم سما عندي مغرفه تاع حنه بيضاء، نص مغرفه تاع شوفان، نص مغرفه تاع حمص مطحون. نخلط المكونات الجافه. هنا اللي ما عندهاش الخرطال تقدر تستغنى عليه، طول دير مغرفه حنه بيضاء ومغرفه تاع بودره الحمص. واللي ما عندهاش بودره الحمص دير العكس، مغرفه حنه بيضاء ومغرفه تاع شوفان. انا بما اني عندي في زوج ونحب نديرهم في زوج، اكتفيت بنص مغرفه نص مغرفه باش المجموع تاعهم يولي لي مغرفه. ثم مغرفه حنه بيضاء ونص ونص يولي لي مغرفه. نخلط المكونات الجافه، نتمنى ان شاء الله راكم فاهميني. المكون الثالث اللي نحتاجوه واللي هو بياض البيض. البياض البيض هنا راح يعمل لكم الشد البشره. نحتاج بياض البيض، واللي الناس البشره تاعهم تحس من بياض البيض يديروا جل الصبار. دروك نوريه لكم جل الصبار، صوت هذا تاع العبوات ولا تاع النبته. انا ما فندير تاع النبته للامانه، النبته تاعي ماتت لي وليت ثاني ندير في بياض البيض. مرات نديرها بالنبته مرات نديرها بياض البيض نفس النتيجه يعني. واليوم حبيتش ندير الجل هذاك، قلت ندير بياض البيض باش المكونات تكون كامل متوفره عندكم. واش قادر تجي تقولي ما عنديش جل الصبار؟ سما بياض البيض راه متوفر في جميع المنازل. نخلط المكونات مع بعض. والمكون الرابع اللي نحتاجوه خيار. هنا انا قاستو لي الحنه البيضاء، عصير الخيار. وحاولوا عصير الخيار تاعكم يكون بارد،
عصروا ارحي سكرفجوا نص خياره ولا ربع خياره بالقشر نتاعها وصفيوها. نحتاجوا غير عصير تاع الخيار ويكون بارد، حاولوا انكم كي تعصروه هذاك دخلوه للثلاجه باش ديروه في الخلطه. ونبدا نجمع في الخليط نتاعي، انا نجمع الخليط ونرجع لكم. هنا هاي لكم بعد ما خلطت المكونات مع بعض كامل بعصير تاع الخيار. كما قلت لكم عصير الخيار يستحسن انكم ديروه بارد. هاو لكم الخليط اللي تحصلت عليه. نروحوا لطريقه التطبيق تاع الماسك على البشره تاعنا. كيما العاده والعوايد لازم دائما البشره تاعكم تكون نظيفه قبل اي ماسك، مش شرط هذا الماسك، اي ماسك تجي ديروه لازم البشره تاعكم تكون نظيفه. ويستحسن انكم تكونوا دايرين تقشير من قبل البشره تاعكم، ديروا اي مقشر يناسب البشره نتاعكم وغسلوا البشره تاعكم تكون نظيفه يعني خاليه من الكريمات والمكياج. نروحوا على بركه الله لتطبيق الماسك. انا مثلا حنطبقوا على البشره تاع اليد تاعي بهذه الطريقه. نهز كميه من الماسك نطبقوا على البشره تاع الوجه تاعي تكون نظيفه بهذا الشكل. اتمنى الصورة تكون واضحة بهذا الشكل. نطبق الماسك كامل على البشرة تاع الوجه تاعي وما تنساوش ديروه للرقبة، اي ماسك ديروه البشرة تاع الوجه تاعكم ما تنساوش ديروه للرقبة بهذا الشكل. وبعدك ندير حركات دائرية بعد ما نطبق الماسك كامل على البشرة تاع الوجه تاعي بحركات دائرية بهذا الشكل على الماسك على الوجه تاعي كامل، ونخليه حتى ينشف مدة نصف ساعة حتى لساعة غربة. وحاولوا في هذه الاثناء كي ديروا الماسك ما تضحكوا ما تهضروا، ما تديروا حركات باش البشره تاعكم تكون مشدوده، يعني ديروه وانتوما في راحه تامه. طبقيه وارتاحي نصف ساعه حتى لساعه غربه كل وحده والوقت اللي تقدر تقعد فيه. بعد ما ينشفك تحسي البشره تاعك مشدوده ونشف الماسك على البشره تاعك، في ديك الاثناء تروحي تغسلي البشره تاعك بماء فاتر ثم ماء بارد. بعد ما تغسلي البشره تاعك بماء بارد تهزي مكعبات ثلج، اي مكعبات ثلج متوفره عندك سواء تاع الحليب او تاع الخيار او تاع البابونج او تاع النشا او اي مكعبات ثلج متوفره عندك، وتناسب البشره تاعك مريها على الوجه نتاعك وخليها خلي البشره تاعك تشربها. بعد ما يفوت بعد ما تمري مكعبات الثلج، هنا مكعبات الثلج اللي تمرهم باش تبقاو محافظين على الشد تاع البشره اللي يعطيه لكم هذا الماسك. هذا الماسك راه ينحيكم الكلف وينحيكم هذوك التصبغات، وكذلك راه يشد لكم البشره نتاعكم. باش نبقاو محافظين على شد البشره وغلق المسام مروا مكعبات ثلج. اللي ما عندهاش مكعبات ثلج ماء الورد يكون بارد، ولي البشره تاعها تتحسس من ماء الورد دير حليب يكون بارد ترشوا على البشره تاعها وتخليه مده ربع ساعه حتى نصف ساعه وبعد ذلك تغسل. هذا للناس اللي دير الحليب اللي البشره تاعهم تتحسس من ماء الورد يرشوا حليب يكون بارد بزاف، يرشوا على البشره تاع الوجه تاعهم يخليوها ربع ساعه حتى نصف ساعه ويغسلوا البشره تاعهم ويرطبوا. الترطيب ديروا اي كريم او زيت اللي يناسب البشره تاعكم. بالنسبه للزيوت اللي ترطب الزيوت يستحسن ما تقابلش الشمس باسكو راح البشره تاعها راح تزيد تستهلك باسكو الزيت يجلب الشمس. وحاولوا هذو الماسكات ديروهم في المساء يعني في الوقت اللي تكونوا حين ترتاحوا فيه، يعني قبل ما ترقدي طبقي الماسك هذا ومن بعد رطبي البشره تاعك ورقدي هكذا باش تستفادي من الترطيب وتستفادي من شد البشره بالمكعبات تاع الثلج وتستفادي من الماسك. وتقدروا ديروه كذلك في النهار كل وحده والوقت اللي يناسبها. هذا الماسك يكرر يوم ايه يوم لا لا، يعني 3 مرات إلى 4 مرات في الاسبوع. طريقة الاحتفاظ به تحتفظوا بالكمية اللي تبقى لكم في الثلاجة في علبة زجاجية تكون معقمة وعندها الغطاء تاعها، ديروها في باب تاع الثلاجة يوم ديروها ويوم ما ديروهاش، راهي صالحة لثلاث ايام. بعد 3 ايام تعودوا ديروا الخلطة من دارة جديد وتطبقوها على البشرة تاعكم. ماشي ديريها يوم وتقولي انا ما راحتش نتيجه، هادو مواد طبيعيه وهاد وصفات طبيعيه لازم مع المداومه باش تلقاو النتيجه. بصح في الاسبوع الثاني راكم رايحين تلاحظوا فرق شاسع في البشره نتاعكم، خاصه اللي يكون عندهم غير اثار تاع الشمس والتصبغات تكون قليله. اما اللي يكون عندهم تصبغات قديمه وكلف قديم مع المداومه عليها باش يلقاو النتيجه، مش في يوم وليله مش ديروا برك وتمسح وجهها تقول انا ما شفتش حتى فرق. راه يعطيكم نظاره من اول استعمال تشوفوا البشره تاعكم ضوات، بصح باش ينحيكم الكلف في ديك في نفس الدقيقه مستحيل مع المداومه. ان شاء الله المكونات تاع الماسك تكون كامل متوفره عندكم في المنزل وديروه على ضمانتي وماكمش رايحين تندموا على هذا الماسك.
جربوه، واللي عندها المكونات كامل الدير. راني عطيتكم البدائل، اللي ما عندهاش الشوفان دير غير الحمص، اللي ما عندهاش الحمص تقدر دير غير الشوفان. بصح المكون الرئيسي في الوصفه تاعنا هو الحنه البيضاء، هاي ليكم ديروا عليها كابتير ديكور، تلقاها في الكوزميتيك ولا عند العشابين. وللاخت اللي طلبت مني طريقه والله ماني ناسيتك، غير واش ما كملوليش المكونات الاساسيه نتاع الحنه باش نديرها لك. ان شاء الله نهار نوجدهم كامل راني نحطها لكم، هذا وعد مني. وكما قلت لكم للبشره تحت تحس من بياض البيض دير جيل صبار، اي جيل صبار يكون متوفر عندها. وللبشره تاعها ما تحسش من بياض البيض دير بياض البيض باش هكذا تضمن باللي المكونات كامل عندها. وعصير الخيار ويستحسن انه يكون بارد، يعني على بالي طولت عليكم في الهضره وعاودت لكم المكونات هكذا باش تفهموني، باسكو يجوني تساؤلات باش نعوض ليك باش ندير ليك، وانا كلش راني نهضروا في الفيديو بصح نلقى التعليقات لتحت، ما عنديش مشكل نعاود نجاوبكم. بصح تبعوا الفيديو واش هضرت فيه راكم تعرفوا واش هو البدائل تاع المكونات. كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء تاعكم باش تكون فائده. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى منكم اللي جرب الفيديو بعد مده تعاود ترجع لهنا للفيديو تخلي التعليق تاعها باش نثبتوا لها باش الاخوات يشوفوا النتيجه اللي لقيتها على الماسك. واللي هما الفات ديروا تخلينا تعليقات، تخلينا رايها بكل صراحه.